نشرة الأخبار من الإخبارية السورية بدأت. أهلا بكم. تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة كفر سوسة بدمشق مساء أمس وإصابة عدد من المواطنين بجروح إضافة إلى أضرار مادية في المكان. جيران هم ساكنين قدام المحضر. قبل التفجير تقريبا بشي 5 ثواني 6 ثواني بالضبط يعني طلع ضوء كثير قوي، ضوء احمر كثير قوي، وصار التفجير بعدها منه. عندي بالبيت كل شيء تضرر، الوالد عندي انجرح براسه وجرحت رجله، وعندي اختي الصغيره كمان تصابت. يعني عند شيء مو طبيعي، صوت ما حدا بيتحمله، الحاره عندنا كلها تضررت، ما ضل بيت ما تضرر. جارتنا اخذوها اسعاف، كمان حالتها كثير سيئه وشيء لا يوصف. انا اخونا الناطور محضر 155. فجرت سيارة مفخخة قدام البناء وجيت طمع على أخي. قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العدو الصهيوني أقدم عند الساعة 7:30 مساء أمس الاثنين على إطلاق صاروخين من طائرتي استطلاع استهدفا إحدى المباني السكنية في الحي العملي بمدينة البعث في القنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمكان. وأشارت القيادة العامة للجيش إلى أن هذا العدوان السافر يأتي في إطار الدعم العلني المباشر من قبل إسرائيل للمجموعات الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على يد رجال الجيش العربي السوري ومجموعات الدفاع الشعبية. وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على أن هذا العدوان لن يثنينا في مواجهة وملاحقة أدوات العدو الصهيوني من المجموعات الإرهابية التي تنفذ أهدافا أو تنفذ أهداف إسرائيل في المنطقة. أكد مصدر عسكري أن الطيران الحربي في الجيش العربي السوري دمر منصات إطلاق صواريخ للتنظيمات الإرهابية في عنق الهوى وعشرات الآليات بمن فيها في وادي المساك وشمال مفرق عقيربات وظهر النظامي بريف حمص وشمال شرق المفكر بريف حماة. ووحدات من الجيش العربي السوري أيضا تسيطر على منتجع الكاستيل وعلى أطراف حلب الشمالية وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف الإرهابيين. طريق الكاستيلو شمال مدينة حلب تحت سيطرة الجيش العربي السوري. وحدات مشاة نخبوية في الجيش تقدمت بعملية خاطفة من محوري مزارع الملاح ومعامل الليرمون لتفرض سيطرتها على طريق الكاستيلو الممتد بشكل قوس يطوق المدينة من جهتها الشمالية بحدود 8 كيلومترات. الشريان الأخير لإمداد المجموعات الإرهابية داخل الأحياء الشرقية للمدينة بات مغلقاً. لم تنجح نداءات الاستغاثة ولا حتى تعزيزات ما يسمى جيش الفتح القادمة من إدلب وريف حلب الغربي من منع انهيار المجموعات الإرهابية كحركة نور الدين الزنكي وما تسمى الجبهة الشامية. التمهيد الصاروخي والمدفعي الدقيق دمر عشرات الدشم والعربات والآليات
سلاح الجو الروسي والسوري استهدف على مدار الأيام الماضية معظم أرتال التعزيزات القادمة من معاقل الإرهاب الخلفية في كفر حمراء وعندان وحريتان، ودمر معظم مقار تلك المجموعات التي اعترفت بمقتل المئات من إرهابيها منذ انطلاق العملية العسكرية في مزارع الملاح والليرمون وحندرات، هذا عدا عن تدمير معظم آلياتها ومدرعاتها في العملية العسكرية. أكد مصدر خاص تحرير 14 مخطوفا من أحد سجون تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في بلدة صيدا بريف درعا، وذلك في عملية نوعية للجيش، وجميع المحررين بصحة جيدة. ومصدر عسكري أيضا يؤكد تدمير مقر بمن فيه لجبهة النصرة الإرهابية جنوب مدرسة السابع من نيسان، ودمر لهم دشمة وقتل من فيها شرق ساحة بصرة بدرع المحطة، كما قتل وأصيب كامل أفراد مجموعة إرهابية لجبهة النصرة الإرهابية، ودمر لها رشاش بمن فيه بمنطقة مقص الحجر شمال شرق بلدة اليادودة بريف درع الغربي. إلى ذلك دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري عدة آليات وقضى على عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش في المريعية وغرب المطار وغرب مطار بدير زور. استطاعت وحدات من الجيش بالتعاون مع أهالي المنطقة من إفشال هجوم لإرهابي داعش بسيارة مفخخة كانت تتجه لضرب الأحياء السكنية في ريف السلامية. التفاصيل مع خالد الخطيب. ينام محمد بعد 36 ساعة أمضاها مراقبا للحدود الشمالية من قريته، بعد أن فجر مع رفاقه سيارة مفخخة لإرهابي داعش كان المبتغى منها نصف نقطة رباطه في المداجن والسيطرة الكاملة على المحيط. السيارة المفخخة كان جايتنا من عند المداجي، كان جايتنا ضربناها بالبوارير بقازف الـ RPG قطبناها، نزل منا الانتحاري صدنا، بعد ما قتلناها كمان فجرنا السيارة ورا. هنا على امتداد خط البترول والمشارف للقرى المطلة عليه من قرى بري إلى عقارب والمفجر في المقدمة، لم ينجح هجوم عنيف متكرر، بدأ بالهاونات الخائبة ليصل إلى المفخخات الانتحارية لتفشل حتى بدخول مشارف القرى. هنا تماما تم تدمير ثاني سيارة انتحارية لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من قبل وحدات الجيش العربي السوري والقوات المرابطة هنا من أهالي القرية. نستطيع أن نرى أن هنالك عشرات أو ربما مئات من الشظايا من هذه السيارة التي كانت تحاول الدخول إلى عمق وقلب قرية المفجر، ولكن تم استهدافها وتفجيرها من قبل العناصر المرابطة هنا من عمق الصورة. كما نرى السيارة المفخخة كانت على بعد عشرات الأمتار من أولى بيوت القرية. سلاح خفيف بأيدي المزارعين الداعمين لوحدات الجيش المرابطة على تخوم القرى كان كفيلا بمواجهة إرهاب مفخخات واجهت أسوار بيوتهم المتواضعة. جتنا سيارة مفخخة من هذا الاتجاه، اتجاه الخضرة، وصلت على الوادي، وقفت بالوادي ونحن تعاوننا استهدفنا، يعني صاح كان يصيح هو جيش، نحن شفنا رحنا نشوفه قام أطلق علينا النار أنا وزميلي أنا ورفيقي، هو ضربنا برصاص، رجعنا بلغنا الجيش عنه أنه في سيارة صار وقفت هون وتم ضربها بقازف RPG. لطالما كانت سياسة المفخخات المفضلة لدى إرهابي داعش، لكنهم لم يضعوا في الحسبان فشل هذه المعادلة على خطوط المحور الأول فوق مشارف البادية السورية. للأخبارية السورية خالد الخطيب، ريف السلمية الشرقي. أفاد مراسل الإخبارية السورية أن إرهابي جبهة النصرة وأحرار الشام استهدفوا محطة الزارة لتوليد الكهرباء بريف حماة بعدد من القذائف الصاروخية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. وفي تحد للجهود الرامية إلى حل الأزمة سياسيا، تواصل المجموعات الإرهابية اعتداءاتها، حيث ارتفع عدد خروقات اتفاق وقف الأعمال القتالية التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى 819 خرقا. ارتفع عدد خروقات اتفاق وقف الأعمال القتالية التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى 819 خرقا. مركز التنسيق الروسي في حميميم أعلن عن رصد 6 خروقات للاتفاق في ريفي دمشق وإدلب خلال الساعات 24 الماضية. بيان المركز أشار إلى أن 9 بلدات في محافظتي السويداء واللاذقية انضمت للاتفاق ليصل عدد البلدات والمناطق المنضمة
إلى 218، فيما لا يزال عدد المجموعات الملتزمة بالاتفاق 61 دون زيادة. من جهة أخرى، أكد المركز أن تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين مستمران في محاولات تقويض الاتفاق، وأن ما يسمى تنظيم جيش الإسلام قصف بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددا من البلدات في ريف دمشق، كما قصف تنظيم أحرار الشام الإرهابي قرية الفوعة في ريف إدلب. وفي محافظة حلب، طال قصف الإرهابيين عددا من الأحياء السكنية، إضافة إلى استهداف منطقة تل جبقجة في ريف حلب. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري على هامش الاجتماعات الوزارية لدول آسيان المنعقدة في لاوس الوضع في سوريا والخطوات الرامية إلى تسوية الأزمة فيها. لافروف أكد أن واشنطن لم تفلح في فصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين رغم تأكيدها أنها قادرة على ذلك. وذكرت وسائل إعلام الروسية أن المباحثات بين لافروف وكيري تناولت أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان لافروف بحث في اتصال هاتفي مع كيري الخطوات الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب فيها، وذلك تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو. إلى ذلك، طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا على خلفية قيام إرهابي التنظيم المسمى نور الدين الزنكي بذبح فتى بسكين في ريف حلب مؤخرا. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين طالب مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا على خلفية قيام إرهابي التنظيم المسمى نور الدين الزنكي بذبح فتى بسكين في ريف حلب. شوركن في كلمته في مجلس الأمن الدولي انتقد دعم البعض لمثل هذه الفصائل الإرهابية والمستنسخين عنها تحت أي مسميات ومحاولتهم تصويرها على أنها معارضة معتدلة ويحاولون بكل الطرق الممكنة حمايتهم وتغطية أفعالهم الإجرامية. إرهابيو حركة نور الدين الزنكي المدعومة أمريكيا وإقليميا ومن رأس النظام التركي أقدموا على ذبح الطفل الفلسطيني عبد الله عيسى في مخيم حندرات بريف حلب الشمالي ومثلوا بجثته. شوركن أشار أيضا إلى انتظار بلاده لمعلومات مفصلة عن القصف الذي قام به ما يسمى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محيط مدينة منبج في شمال سوريا، حيث تم قتل وجرح العشرات بمن فيهم أطفال ونساء ومحو عشرات القرى عن وجه الأرض. شوركن دعا أيضا إلى وقف التأخير غير المبرر للحوار السوري وإلى بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، مشددا على وجوب أن يكون هذا الحوار برعاية الأمم المتحدة. وفي النشرة بعد الفاصل، الجعفري يدعو إلى وقف دعم حكومات السعودية وقطر وتركيا للمجموعات الإرهابية التي ترتكب المجازر بحق الشعب السوري. فوق الربا بين السهول رجالنا غار ونور من حماة ديارنا، المجد كل المجد فوق جباههم، حملوا على أكتافهم أحلامنا. هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا. ها قد أطل على الوجود فوارس نسجوا البطولة من مآثر عزنا. أهلا بكم من جديد. طلب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري بوقف دعم حكومات السعودية وقطر وتركيا للمجموعات الإرهابية التي ترتكب المجازر بحق الشعب السوري. الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التقرير 28 بالنسبة للوضع في سوريا
يؤكد على حق السوريين في التساؤل عن الأسباب التي منعت من تحسن الوضع في بلادهم. يحق للسوريين التساؤل عن الأسباب التي تحول دون إنهاء معاناتهم بعد مرور ما يقارب 5 سنوات ونصف على الحرب الإرهابية الدولية التي تشنها حكومات دول عدة بعضها أعضاء في هذا المجلس على بلاد سوريا. الجعفري أشار إلى مكابرة بعض الدول في مجلس الأمن الدولي عن تجاهل أسباب نشوء الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن حلب لم تكن قد شهدت أي عمل إرهابي خلال بداية الأزمة، ولكن تركيا سهلت عبور عشرات الآلاف من الإرهابيين إليها. أن حلب لم تكن قد شهدت أي عمل إرهابي على مدى السنة والنصف الأولى من الأزمة، وناشدنا الدول الأعضاء في هذا المجلس مساعدة الحكومة السورية على الضغط على الحكومة التركية لإغلاق الحدود كي نمنع وصول الإرهابيين إلى حلب، لكن أحدا لم يرد الأمر الذي أدى إلى دخول عشرات الآلاف من الإرهابيين المعدلين وراثيا من جميع دول العالم، وأصبح يطلق عليهم اسم المعارضة المعتدلة. وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الحل المستدام في سوريا لإنهاء الأزمة فيها هو مكافحة الإرهاب والتنفيذ الفعلي لقرارات مجلس الأمن الدولي. أما بالنسبة لقيام حركة نور الدين الزنكي بذبح طفل فلسطيني فقد انتقد الجعفري كلام مندوبة الولايات المتحدة التي وصفتهم بالمتمردين المسلحين. المندوبة الأمريكية وصفت ذابحي الطفل الفلسطيني بأنهم ريبل فايترز، لم تصفهم بالإرهابيين، وصفتهم بأنهم متمردون مسلحون، لم تصفهم بالإرهابيين. وحول قصف طائرات فرنسا بلدة توخان في ريف إدلب قال الجعفري: لقد قصفت الطائرات الفرنسية مؤخرا بلدة طوخان في ريف إدلب فقتلت 164 مدنيا، كانت داعش قد أخذتهم رهائن بشرية، لكن داعش ومشغليها عندما سمعوا الرئيس الفرنسي بأنه يريد أن ينتقم لما حدث في نيس في سوريا أمروا داعش بإخلاء تلك البلدة، بلدة طوخان الكبرى، فخرج رهابي داعش منها قبل ساعات من قصفها من قبل الطيران الفرنسي. واستغرب الجعفري وصف بعض أعضاء المجلس حزب الاتحاد التركستاني الإسلامي بأنه معارضة سورية معتدلة. يحلو للبعض في هذا المجلس وخارجه بتسميتها بالمعارضة المسلحة المعتدلة، مثل جيش الإسلام وأحرار الشام وجيش محمد ولواء التوحيد ولواء شهداء بدر ولواء المهاجرين والجبهة الإسلامية وجيش الفتح وحزب الاتحاد التركستاني الإسلامي ولواء السلطان مراد وغيرها من الجماعات التي ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم لا توصف. تخيلوا أن العبث قد وصل ببعض أعضاء هذا المجلس إلى وصف حزب الاتحاد التركستاني الإسلامي، وهو حزب تركستاني تم وصفه بأنه معارضة سورية مسلحة معتدلة. وفي النهاية نوه الجعفري إلى ما نادت به سوريا خلال السنوات السابقة من ارتداد الإرهاب إلى الدول الداعمة له بأنه أصبح واضحا اليوم، وخير مثال عليه ما جرى ويجري في فرنسا وغيرها من الدول الغربية من أعمال إرهابية. أسقط الجيش اليمني ولجان الشعبية طائرة أباتشي تابعة لتحالف العدوان على اليمن الذي يقوده النظام السعودي، ومقتل 5 من حرس الحدود السعودي في نجران جنوب السعودية. خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد تكبدتها قوات النظام السعودي في عدوانها على اليمن. قائد حرس الحدود السعودي في قطاع إخباش بنجران لقي مصرعه مع 20 آخرين من مرتزقة العدوان
إثر معارك عنيفة مع الجيش اليمني واللجان الشعبية، فيما دمرت القوات المشتركة مدرعة سعودية في كمين بالمنطقة الخضراء. النظام السعودي اعترف أيضا بمقتل 5 جنود آخرين من حرس الحدود السعودي خلال اشتباكات في جنوب البلاد عبر الحدود مع اليمن. الخسائر في صفوف مرتزقة العدوان لم تقتصر عند هذا الحد، ففي عصر أدى القصف الصاروخي للقوات اليمنية المشتركة باستهداف تجمع في موقع الثياب بمنطقة الربوعة إلى مصرع عدد من الجنود السعوديين وتدمير دبابة إبرامز تابعة لهم في موقع ملطة. ومع تواصل غارات التحالف العدواني على البلاد، استهدفت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة سعودية من طراز أباتشي، ما أدى إلى سقوطها في منطقة بئر المرازيق بين محافظتي مأرب والجوف. سلطات الاحتلال تطلق النار على 37 مواطنا وتهدم 11 منزلا في القدس، وتواصل حصار وتجريف قرية العراقيب في النقب لليوم 9 على التوالي. قوات الاحتلال تستبيح المدن والقرى الفلسطينية وتنكل بالأهالي، وفي أحداث فصول العدوان هدمت برفقة 6 جرافات 11 منزلا خلال عملية اقتحام نفذتها في قلنديا البلد بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص ولقربها من جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالقرية. عمليات اقتحام القرية الفلسطينية تخللها مواجهات عنيفة بين شبان القرية وسلطات الاحتلال التي عاثت فسادا وتنكيلا بالأهالي الآمنين. المواجهات امتدت إلى بلدة أبو ديس وأسفرت عن إصابة 37 مواطنا بجروح. حملة تأتي في وقت يضيق فيه الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين بهدف إجبارهم على ترك أرضهم. على الخط نفسه واصلت آليات الاحتلال تجريف وتدمير أراضي أهالي قرية العراقيب بمنطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، مانعة أصحابها من الاقتراب منها لليوم 9 على التوالي. سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منازل القرية كاملة 103 مرات، وتعد العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف حكومة الاحتلال بها، وتعمل على تجميع سكانها بتجمعات أشبه بجتوات أقامتها لهذا الغرض. أكدت الشرطة الفرنسية تصفية رجلين مسلحين اقتحما كنيسة في شمال فرنسا واحتجزوا رهائن فيها، معلنة مقتل قس ذبحا على يد المهاجمين. وكانت الشرطة أعلنت أن رجلين تسلحا بالسكاكين احتجزوا راهبتين وقسا إلى جانب عدة مصلين داخل الكنيسة الواقعة في بلدة روفراي في منطقة أو في مقاطعة نورماندي شمال البلاد، قبل أن تقتحم قوات الشرطة الكنيسة لتحرر الرهائن وتقتل المسلحين. ولم تعرف بعد هوية الخاطفين وأسباب الهجوم، فيما تطوق الشرطة مكان الحادث. نشرتنا انتهت إلى العناوين. تفجير إرهابي في منطقة كفرسوسة بسيارة مفخخة وإصابة عدد من المواطنين. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن العدوان الصهيوني على مدينة البعث في القنيطرة يأتي في إطار الدعم الإسرائيلي العلني للمجموعات الإرهابية. خروقات جديدة للمجموعات الإرهابية، وموسكو تطالب مجلس الأمن بتوسيع قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا. إلى اللقاء.